هو الرقيب أول حمد بن مانع بن حمد المعمري كتيبة مسقط آمر حظيرة في ظفار. نظير بسالته وشجاعته النادرة وإحساسه بالمسؤولية بينما كان يؤدي واجبه في نوفمبر من عام 1969. في المرة الأولى عندما كان في حالة اشتباك مع العدو أثناء وقوع القوة في كمين، تمكن خلال كفاءته وشجاعته الفائقة من قتل 7 من أفراد العدو وأسر 2 مصابين بجروح، بالإضافة إلى الاستيلاء على كمية كبيرة من الملابس والطعام والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى العملات النقدية. في المرة الأخرى بينما كان يقود حظيرة من الفصيل 7، تعرضت مجموعة الرشاش برين إلى نيران كثيفة من العدو، حيث أصيب كلا فردي الطاقم، وفي ذات الوقت تعرض باقي الحظيرة إلى نيران دقيقة التسديد من 3 نقاط. وعندما رأى أن 2 من رجاله يعانيان من إصابة قاتلة، أمسك بمدفع رشاش وبدون أن يأبه لسلامته الشخصية استخدم الرشاش في الرمي وهو يركض باتجاه العدو، مما أجبر العدو على الهرب. إن سرعة ردة فعله تجاه الحدث والشجاعة الفائقة التي يتحلى بها، بالإضافة للولاء تجاه مجموعته وإخلاصه لهم، يعتبر من المثل العليا التي تقتدي بها القوة. التحق العميد المتقاعد حمد بن مانع المعمري بالخدمة العسكرية في ديسمبر لعام 1961، وشارك في حرب ظفار منذ عام 1965 إلى عام 1975. هو من أوائل الضباط العمانيين وأول عماني يصل لرتبة عميد بالجيش السلطاني. تقاعد في عام 1990. من أهم المناصب التي تقلدها قائد قوات الفرق وأول قائد عماني للواء جنوب عمان. تقلد العديد من الأوسمة، أهمها وسام التكريم ووسام البسالة ووسام ظفار للخدمة العامة. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.